قبل سقوط نظامه كان مجمع باب العزيزية حصنا منيعا يعيش فيه العقيد معمر القذافي وعائلته، لكن المكان الذي كان يعد الأكثر غموضا في ليبيا قبل الثورة تحول بعد عام عليها إلى مستودع للنفايات تمرح فيه الفئران ويتأذى منه الأهالي. كلها وصاخ، بيوت مهدومة، عائلات تسكن داخل سنة وثلاث شهور، ما فيش حد جاي مسح المكان هذا ونطفة. الدولة كلها لاهية في مواضيع تافهة، ما فيش حد نظم الأمور، على الأقل يجوا يمسحوها. يقول لك تورة تورة، ما فيش حاجة بانت، معمر بس اللي مات. علينا الصف اللي فات من حطام باب العزيزية، طبعا الكناسة عبت المكان، طبعا الصيف جاء حر، الكناسة عبت الشوارع. وصار المجمع مليئا بأكداس النفايات والأنقاض وقطع الأثاث المستغنى عنها، كما يقول سكان المنطقة إن الأنشطة الإجرامية وجدت لها مأوى في باب العزيزية. لنشوف الموقع باب العزيزية هذا ولا كله وكر، أولا وكر للدعارة، وكر لمروجين مخدرات، وكر للسرقات، وكر للعصابات الإجرامية. ويقع مجمع باب العزيزية في الجزء الجنوبي من العاصمة طرابلس، حيث كان مقرا للقذافي وضم ثكنات عسكرية ومساكن ومباني أخرى. وبعد 5 أشهر من الاشتباكات التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، تمكن المسلحون من اقتحام معقل القذافي الحصين في باب العزيزية وحطموا رموز حكمه داخل المجمع. ثم انتقل العديد من العائلات الفقيرة بعد ذلك إلى باب العزيزية واحتلت المباني التي ما زالت سليمة واتخذتها مساكن، إلا أن حكام ليبيا الجدد لم يقرروا بعد مصير ما تبقى من مجمع باب العزيزية.